لنعرف أكثر عن حالة الطقس ضمن الأسبوع كونه نحن ببداية الأسبوع يا هايدي. أكيد كل سبت إحنا عنا منتعرف على أحوال الطقس مع اتصال مباشر مع أستاذ حسان جردي. يسعد صباحك أستاذ. صباح الخير. صباحك يا هلا. صباحك أستاذ. صباح الخير. يعني شفنا خلال هالأسبوع الماضي درجات الحرارة كانت مرتفعة بشكل كبير، حتى يمكن بالليل كانت معود الأجواء تكون نوعا ما فيها نسمة برودة، لكن هلأ عم نشوف أنه لا، لسه في درجة حرارة مرتفعة. خلينا نوضح أكثر كيف عم تكون درجات الحرارة، وخصوصا نحن هلأ يمكن بفترة عطلة والناس سافرت يعني وطلعت على الساحل. خلينا نوضح درجات الحرارة بمحافظاتنا السورية. بداية صباح الخير من جديد إليك زميلتك الأخبارية السورية. بشكل عام نحن بلشنا في فصل الصيف وبلش تأثيرها انخفاض الموسم الهندي اللي بيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة المرتفعة في بعض الأحيان. هلا بالنسبة للبلاد تحت تأثير هذا انخفاض الموسم الهندي بتصل عن انخفاض بتيارات زمنية رقمية لطبقات الجو العليا. بشكل عام كان في ارتفاع بدرجات الحرارة الفترة الماضية، ولكن من امبارح بلشت حرارات تميل للانخفاض بشكل تدريجي. اليوم الحرارات راح توالي انخفاضها، ستصبح حول المعدل مثل هذه الفترة من السنة. الأجواء بشكل عام عم تكون صيفية حارة نسبيا بأغلب المناطق، بينما تكون بالمنطقة الساحلية أجواء صيفية عادية غائمة جزئيا مع فرصة ضعيفة لهطل زخات خفيفة من المطر بالمرتفعات الساحلية تحديدا. وأما بالمناطق الشرقية والجزيرة والبادية السورية عم تستمر الأجواء السليمية المبرة والحارة بهذه المناطق. نسبة الرطوبة السطحية عم تكون مرتفعة تحديدا بالمناطق الغربية، وخلال ساعات الليل تحديدا بالساحل بالمناطق الغربية بالمرتفعات الجبلية عم تكون الأجواء لطيفة ومعتدلة. ولكن بدءا من اليوم راح تكون خلال ساعات الليل في أغلب المناطق أجواء لطيفة ومعتدلة، والرياح عم تكون غربية إلى جنوبية غربية مع هبوط نشطة في بعض الأحيان، خاصة خلال ساعات بعد الظهر تتجاوز سرعة الهبة أحيانا 60 كيلومتر بالساعة تؤدي إلى إثارة الغبار ببعض المناطق الداخلية. بحر خفيف ارتفاع الموج، درجة حرارة مياه البحر 26 درجة مئوية. نسبة رطوبة مرتفعة تحديدا بالمنطقة الساحلية تكون تتراوح بين 50 إلى 85%، مما يؤدي إلى إحساس آخر بدرجات حرارة غير درجة الحرارة اللي عم تسجل. نهار بكرة حتى يوم الثلاثاء تقريبا منتصف الأسبوع بتصل درجات الحرارة بالانخفاض، ستصبح حول المعدل او تكون ادنى من المعدل بقليل، والاجواء بتكون اجواء صيفيه عاديه الى معتدله نوعا ما بين الصحوه والغائمه جزئيا، مع استمرار فرصه الهطل المطري على شكل زخات محليه متفرقه من المطر تحديدا بالمناطق الساحليه بالمرتفعات الداخليه، بينما تبقى الاجواء السليميه المغبره بالمناطق الشرقيه والجزيره والبادية. خلال ساعات الليل راح تكون الاجواء لطيفه نوعا ما ومعتدله مع نسبه الرطوبه مرتفعة بالمناطق الغربية، ممكن بالمرتفعات الجبلية خلال ساعات الليل نهار بكرة. من بكرة حتى يوم الثلاثاء تكون الأجواء أكثر تحديدا، يعني برودة تكون في أكثر من باقي المناطق تحديدا خلال ساعات الليل من بعد منتصف الليل حتى ساعات التبريد الأعظم. من نهاية أسبوع الأربعاء حتى الخميس ترجع الحرارة تتبلش بالارتفاع حتى تكون حول المعدل أو تكون بنهاية هذا الأسبوع أعلى من معدلاتها بخليل مدينة دمشق. حرارة على اليوم المتوقع هي وسائرها المناطق العاصمة دمشق 35-20، القنيطرة 29-19، القلمون 28-16، درعا 35-20، السويداء 30-13، المنطقة الوسطى حمص 31-21، حماس 36-20، منطقة الجزيرة محافظة الحسكة 39-26، أجواء سليمة مبرة وأجواء عم تكون حارة بهذه المناطق. الساحل السوري اللاذقية وطرطوس 31-25، شمال حلب 35-23، إدلب 32-22، دير الزور المنطقة الشرقية رصة المكمل أجواء سليمة مبرة وحرارة 41-27 درجة. بالبادية السورية مدينة تدمر 38 تنخفض خلال ساعات التبريد الأعظمي لل 24 درجة مع أجواء سليمة مبرة بهذه المناطق. مثل ما تعودنا خلال هيدي الاجواء وبفصل الصيف دائما نتمنى من كل المواطنين عدم اشعال الحرائق نتيجه انتشار الحرائق، ان كان بالغابات بالاراضي الزراعيه بالمناطق الحراجيه بسهوله تحديدا بهيدي الاجواء ومع وجود الحرارات اللي تكون مرتفعه. من الاجواء السليميه المغبره بالمناطق الشرقيه والجزيره والبادية تؤثر سلبا على مدى الرؤيه الافقيه وعلى الناس اللي عندهم مشاكل بالجهاز التنفسي وحساسيه الدخان.
نعم استاذ حسان الجودي، شكرا لك المعلومات اللي ذكرتها، ومثل ما فهمنا من حضرتك انه حيكون في بعض الانخفاض لدرجات الحراره ورح نرجع نشهد ارتفاع نهار الاربعاء. دائما بفتره الصيف وبارتفاع درجات الحراره صرنا نتخوف من الحرائق اللي مرقت بالسنوات الماضيه، بدنا نقول بردا وسلاما اكيد على سوريا الحبيبه. شكرا لك استاذ حسان، نحن مكملين بصباحنا لليوم.